الوجود والفلسفة الأيديولوجية وشو هي المشاكل لهي النظرية؟ ما هو الوجود وما هو تفسيره الفكري؟ فلسفة الوجود بالنسبة للمفكرين القدماء. أنا عم أستناكي تحت، إذا ما نزلتي فوراً طالع لعندك. والله طلعت روحي، درس ممل كتير ما هيك؟ صفاء ليكي، سعيد تحت وبده يشوفني ضروري. أصحك تنزلي تشوفي؟ لا لازم أنزل. عفواً بدي أطلع ممكن؟ نعم تفضلي. سوزان لا تروحي. المفكرين القدامى. شو بدك مني؟ في موضوع كتير مهم ولازم نحكيه. بعرف شو اللي جاي تقوله سعيد. ما بتعرفي شو هو؟ يلا ركبي بالسيارة. رح تقولي اللي بدك اياه هون مو بالسيارة. الموضوع ما بينحكى بالطريق، خلصيني اطلعي يلا. ما تركت الدرس مشان هالمسخرة. هذا أهم من درسك، اطلعي ولا تخليني أخذك غصب. أوف يا أوف. سعيد مو قلت بدك تحكي؟ قول اللي عندك وخلصني، ليش ساكت؟ أنا ما راح أسمح لك تتزوجي خليل. رجعنا لنفس السيرة، لو سمحت رجعني على المعهد. سعيد شو عم تعمل؟ راح تموتنا؟ شو صار لك؟ وقف السيارة سعيد، بدي انزل هون. عم قلك بدنا نحكي، صار لي أكتر من كم يوم، لو سمعتيني ما كنت انجبرت أتصرف معك هيك. لا أنت أكيد جنيت، أنا رح أتصل بسامي وقل له. سعيد هات التليفون. استنى سعيد، شو هذا اللي عملته؟ سامحيني ما عندي خيار تاني. يعني ما لقيت مكان نحكي فيه غير المزرعة؟ اتركني. ما عاد شي فرقنا من هاي اللحظة، ما رح اسمح لحدا يبعدني عنك. سعيد انت شو هذا اللي عم تقوله؟ لك طول ما انت عم تكذب علي ما بصدقك، فهمت؟ سعيد مو شايف قد ايه جرحتني باللي عملته؟ مو على اساس بتحبني وبتقول؟ ايه وبموت عليكي. بس اللي بحب التاني ما بيأذي هيك. بالاول جرحتني وهلا بانانيتك عم بتموتني. حس بقى من اليوم ما عاد كذب عليكي وعد، بس انت خليكي معي ولا تتركيني وراح اثبت لك قد ايش بحبك. ولك انت ما بتحس غير بحالك، عالم الخيال براسك طلع منه. انت في بحياتك ما رح حامل ولد ورح تصير مسؤول عنه، كيف وبلا خجل بتعمل هيك؟ وحياتك هالقصة خلصت، هالولد هاد مانو ابني وانا كتير متأكد. ما رح صدق اللي عم تقوله. صدقيني لانه ماني عم كذب. اسمعي، منال كانت اكبر غلطة بحياتي كلها وانا بعترف وندمان، بس خلص هذا كله من الماضي. ارفضي هذا الزواج واعطيني فرصة تانية. ما رح صدقك شو ما عملت، مستحيل ارجع اوثق فيك، عم تفهم؟ اتركني بعد. سعيد شو عم تعمل؟ اتركني. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.